يعني سلمى عم نسمع كثير بالفترات الاخيره وزمن طويل يعني انه اليوم صار فينا نصحح النظر بطريقه الليزك. هلا السؤال دائما سلمى بينسال، هل هو مناسب لكل الحالات لحتى نحن نعيد النظر بشكل صحيح لكل الاعمار؟ هل هو مناسب؟ هل ممكن تحدث اخطاء بخلال هي العمليه؟ اكيد يا فرح، كثير استفسارات بتدور حول هذا الموضوع، وخصوصا كمان في ناس بتقلك انا عملت عمليه ورجع لي مره ثانيه وكاني ما استفدت شيء. كثير اسئله بتخطر بالبال. خلينا نعرف الاجابه الصحيحه من ضيفنا بالاستوديو. طبعا خلينا نرحب سوا بالدكتور باسل. يسعد صباحك الدكتور باسل فاعور، اختصاصي بالعيون، اهلا وسهلا فيك. صباح النور، اهلا وسهلا لكم لكل متابعينا الكرام، يا هلا. يسعد صباحك مره ثانيه يا دكتور واهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن تصحيح النظر بالليزك، خلينا نعرف شو هي التقنيه وشو الفرق اذا بدنا نقول ليزك عن الليزر. هلا عمليه تصحيح البصر اجمالا بالاكزايمر ليزر هي عمليه صار عمرها حاليا اكثر من 25 سنه او 30 سنه تقريبا. عمليه شائعه جدا تجرى بكل انحاء العالم وعلى نطاق واسع، لأنه النتائج اللي حصلنا عليها كانت نتائج رائعة بالنسبة للمرضى، أنهم يقدروا يتخلصوا من النظارات ويحصلوا على رؤية واضحة. هذا يعتبر إنجاز طبي رائع، يعني يسجل لطب العيون حقيقة. التقنية تعتمد على أنه قرنية العين يلي هي الجزء الخارجي واللي بينكسر الضوء على سطحها وبيتجمع على منطقة اللدخة الصفراء بالشبكية، هاي القرنية إلى قوة انكسار. عند الأشخاص اللي عندهم أسوأ انكسار، سواء مد بصر أو حسر بصر أو حتى الاستجماتزم أو اللي يعني بالعموم بنسميه انحراف، هاي أسوأ الانكسار بتكون موجودة غالبا على سطح القرنية. فنحن الليزر عم بيمكننا من إعادة تشكيل سطح القرنية لحتى نصحح الأخطاء الموجودة، وبالتالي يصير في عنا حالة صواب بصر بالنسبة للمريض يقدر يشوف فيه بشكل صحيح 10/10. فهي معناته نحن صار في عنا جهاز ليزر وصار في عنا قرنية المريض. جهاز الليزر طبعا صار عليه تطورات كتير من حيث السرعة والدقة وطريقة تطبيق الليزر على سطح العين، بحيث نتجاوز المشاكل اللي كانت عم بتصير بالأجهزة القديمة، نحلها والمريض يحصل على رؤية بيرفكت أكثر وكواليتي أوف فيجن أحسن مع التقدم يلي صار بالأجهزة الجديدة. قرنية المريض هي الجزء يلي بده يتعرض لهذا الليزر، لازم تكون قرنية العين عند المريض مناسبة لحتى نعمل هي العملية. فلذلك المريض عادة نعمله تحضير لجراحة الليزك قبل ما نفوت على غرفة العمليات. هذا الشيء بيكون مع الطبيب أولا بالعيادة لحتى نفحص العين لنتأكد خلوها من أي أمراض تتعارض مع إجراء هاي العملية، لنتأكد من أنه المريض بعمر مناسب. المريض لازم يكون عمره فوق 18 سنة ويفضل فوق 20 سنة. المريض لازم تكون الدرجات عنده ثابتة، يعني ما عادت تغيرت على الأقل لمدة سنة، يعني خلال السنة الأخيرة تكون الدرجات ثابتة ما عاد تغيرت عند المريض. بعدين الجزء الثاني بيتم من خلال تصوير خاص لقرنية العين اسمه طبوغرافيا القرنية. من خلال طبوغرافيا القرنية نحن بنشوف سماكة القرنية، انتظام سطح القرنية، وهل القرنية ملائمة لإجراء هذا العمل الجراحي أو غير ملائمة. إذا كانت القرنية ملائمة نحن بنقدر نعمل هاي العملية، إذا كانت غير ملائمة أو في إمكانية بالمستقبل أنه يصير فيها ضعف لأي سبب من الأسباب ما بنعمل العملية بالأساس. يعني يا أما نحن بنكون متأكدين أنه العين مناسبة لهالعملية وبنعملها، أو ما بنعملها لأنه تعتبر عملية تجميلية ما أننا مضطرين نفوت المريض بمخاطرة، طالما هو عم يقدر يلبس نظارة أو يحط عدسة لاصقة ويتغلب على مشكلة أسوأ الانكسار. فالتأكد من أنه المريض حالته مناسبة للعملية هو خطوة كتير مهمة وقد تكون أهم من إجراء العمل الجراحي بحد ذاته. العمل الجراحي تفضل. بالنسبة للعوامل اللي بتأثر على نجاح العملية، حضرتك قلت العمر بيأثر وعوامل أخرى، شو هي العوامل الأخرى اللي هي ممكن تمنع أنه خلينا نقول العين تكون ممكن ينعمل لها هيك عملية؟ هلا مثل ما قلنا أنه بالإجراءات اللي لازم نعملها هو فحص المريض عند الطبيب لحتى نتأكد أنه العين ما فيها أمراض نعتبرها مضاد استطباب لإجراء الليزك، مثل حالات المرضى اللي عندهم التهابات داخل العين بنسميها التهابات العنبه او اليوفيايتس، مثل المرضى اللي عندهم داء سكري متقدم،
مثل المرضى اللي عندهم داء زرق او جلوكوما اللي بنسميها المي الزرقاء، كمان اذا كان في اصابه متقدمه. اذا مريض عنده مرض خاص بقرنيه العين نحن بنسميه القرنيه المخروطيه، مثل المرضى اللي عندهم مشاكل بشبكيه العين، يعني عنده مرض اخر بشبكيه العين عم بيعيق الرؤيه، بهالحاله تصحيح البصر ما راح يفيده. مثل المرضى اللي عندهم كسل بالعين، هدول المرضى اذا عملنا لهم تصحيح بصر ما حيتحسن نظرهم لستة على ستة او عشرة على عشرة. الامراض سطح العين الخارجيه مثل جفاف العين الشديد، لانه هذا حيزيد بعد عمليات تصحيح البصر. فكل هاي الحالات الطبيب هو اللي بده يعمل لها فحص بالعياده ويشوف اذا المريض حالته ملائمه لاجراء هذا العمل الجراحي او غير ملائمه. نعم. مثل ما قلنا طبعا لما بدنا نعمل صوره طبوغرافيا القرنيه، صوره الطبوغرافيا القرنيه ايضا يعني بتعطينا شغلتين، انه القرنيه ملائمه واذا في اي مشكله بالمستقبل قد تؤثر على المريض حتى كمان ما نفوت بهالمتاهه ونعمل له عمليه للمريض. يعني نحن بنسميها الحالات المشتبهه او الحالات البوردر لاين. هدول الحالات المشتبهه او البوردر لاين كمان بيحكموا علينا احيانا التقنيه اللي بدنا نعملها للمريض. يعني كنا عم نحكي صار في عنا انواع للليزر، في عنا الليزر السطحي او المسمى البي ار كي، في عنا الليزيك، وفي عنا الفيمتو ليزر، وفي عنا هلا التقنيه الاحدث بالعالم اللي اسمها السمايل تكنيك. فكمان حسب حاله المريض، حسب سماكه قرنيته، حسب الدرجات يلي عنده، بنحاول نختار التقنيه الانسب والاسلم للمريض بحيث ما يصير في عنده مضاعفات بالمستقبل. نعم. دكتور خلينا نتعرف شو هي طرق تهيئه المريض لاجراء العمليه ان كان قبل العمليه، وشو هي النصائح والمحظورات يلي حضرتك او اي طبيب عيون ممكن يقدمها للمريض يلي طرق لاجراء طبي مثل هي العمليه. هلا اول نصيحه ننصح فيها المرضى انه اذا عم يلبسوا عدسات لاصقه قبل الاجراء العمل الجراحي لازم يكونوا على الاقل اسبوعين لست اسابيع ما عم يلبسوا عدسات لاصقه. بده يلبس نظاره المريض خلال هالفتره هي. بتاثر العدسه؟ لانه العدسه بتعمل امبريشن على سطح القرنيه، بتعمل انطباع على سطح القرنيه، فممكن تعطينا شيء بنسميه عدم انتظام او irregularity على سطح القرنيه بيظهر معنا بصوره الطبوغرافيا. فيفضل المريض ما يكون عم يلبس العدسه اللاصقه على الاقل اسبوعين قبل العمليه. الطبيب لازم يفحص المريض مثل ما قلنا ليتاكد من سلامه العين. نعمل فحص اخير لاسواق الانكسار، لازم نعمل بشيء اسمه سايكلو ريفراكشن، يعني بنشل المطابقه لنتاكد من الدرجات الحقيقيه اللي عند المريض، نتاكد انه الدرجات ثابتين عند المريض بالسنه الاخيره ما يكونوا عم يتغيروا. مثل ما قلنا يفضل عمر المريض يكون فوق ال 20 سنه، اذا بده يكون بعمر ابكر يعني 19 او 18 سنه ممكن، لكن بشرط انه الدرجات ثابته عنده لمدة سنة على الأقل. بعدين نعمل صورة طبوغرافيا القرنية، إذا كل شيء تمام بقى الدكتور بيختار له التقنية المناسبة للمريض حسب حالته بالشيء اللي بيعود بالسلامة عليه بعد العملية وبالمستقبل. العملية بسيطة عادة تستغرق 10 دقائق، تخدير موضعي، المريض بيكون صاحي ما فيه ألم، المريض بيتخرج بعد العملية، في طبعا محاذير الطبيب يشرحها للمريض. ننبه المريض انه اول يوم او اول يومين بعد العمليه قد يكون في الم، احمرار، حكه، حرقان، دمع بالعين، حيخفوا تدريجيا، والنظر يعني بيوصل المريض للنتيجه النهائيه حسب كمان التكنيك. يعني بعمليه الليزك او السمايل ثاني يوم المريض تقريبا بكون وصل للنتيجه النهائيه، بكون مبسوط من ثاني يوم. اذا عملنا له الليزر السطحي او البي ار كي قد يتاخر الموضوع حوالي اسبوع، لكن بالنهاية بكل التقنيات المجرات المريض بيوصل للنتيجة النهائية بشكل مرضي. بعد طيب العملية هون دكتور في كتير ناس بتقولك أنا عملت عملية بعد سنتين نرجع مرة تانية عندي، هون في عنا مشكلة. هون يا إما المريض عملها بعمر مبكر وما كانت درجاته مستقرة، يا إما كان في مشكلة بقرنية العين ما انتبهنا عليها بالفحص وبالتالي جاوزها الطبيب ممكن يعني بدون ما ينتبه عليها، وهي المشكلة أدت لظهور درجات عنده بالمستقبل. أحياناً في بعض المرضى بيظهر عندهم شيء نحن بنسميه الحسر المتأخر. هدول نسبة قليلة من المرضى لكن موجودين، هدول بيظهر عندهم درجات بأعمار بال 24 أو ال 25 ممكن، يضل عم بيتطور عندهم الحسر البصر، هدول المرضى ممكن يظهر عندهم درجات. بهالحالة نحن بننتظر على المريض إذا ظهر عنده درجات تقريباً لنتأكد إنه هي الدرجات فعلاً ثبتت عنده، وممكن نعمل ريتريتمنت، يعني نعمل جلسة تانية من الليزر لتصحيح هاي الدرجات اللي ظهرت عنده متأخرا.
لكن كمان بشرط انه نرجع نعيد تصوير القرنيه لنتاكد انه القرنيه بتتحمل اجراء ليزر مره ثانيه، وتكون الدرجات اللي عنده كمان ثابته، مو انه عم تتغير، يعني ظهر عنده درجه او درجه ونص وثبتوا، ساعتها بنقدر نصلحهم، اما اذا كل فتره عم يتغيروا معناته لا في عندنا مشكله ثانيه، قد تكون اكتيزيا او تدهور بقرنيه العين، هون لا صار موضوع اخر بيختلف عن موضوع اعاده التصحيح. دكتور خلينا نعرف من حضرتك ايمتى الطبيب بيرفض اجراء الليزك للمريض، واليوم لاي درجه تطورت تقنيات الطب وهل هي متوفره بسوريا؟ هلا الطبيب لازم ما يعمل العمليه للمريض لما بحس الطبيب انه هاي العمليه ما راح تكون مناسبه او ما راح تعطي النتيجه يلي تخليه راضي او ما تسبب له اذى بعينه. كثير مرضى بيسالوني دكتور نحن جايين نعمل عندك عمليه ليزر وانت لابس نظاره ليش ما عملت لك؟ وهو فعلا انا سؤال بتعرض له، انا بجاوب مرضاي وبجاوب كل المرضى عليه انه مو كل المرضى بينعمل لهم عمليات ليزك. نحن عم نعمل هاي الفحوصات وعم نعمل هذا التصوير قبل العمليه لنتاكد انه المريض بينعمل له او ما بينعمل له. يعني انا بيوم من ذات الايام كنت مقرر اني اعمل لنفسي عمليه ليزك، لكن لما انا عملت صوره طبوغرافيا للقرنيه لقيت انه قرنيه عيني ما بيناسبها الليزك، وانه اني ضل على النظاره هذا اسلم، وانا كطبيب عيون يعني لازم حافظ على يعني بصري بحده بصر دقيقه مشان شغلي، اكيد ما راح اغامر وفوت اعمل عمليه واحمل ريسك. انا لا، اذا انا بعرف النظاره اسلم لي بضل على النظاره، بينما انا اذا بعرف انه العمليه امنه لي اكيد كنت عملتها لي. فنحن المريض الطبيب هو بده يقرر له بناء على المعطيات اللي بتكون بين ايديه نتيجه الفحوص اللي حيعملها بالعياده وتصوير طبوغرافيا القرنيه، ساعتها بيشوف اذا المريض حالته مناسبه بنقول له يس انت بتقدر تعمل عمليه ما في اي مشكله، اما اذا في مشكله بنقول له للمريض الافضل ما تعمل العمليه، في حلول ثانيه ممكن تكون اسلم لك منها النظاره، العدسات اللاصقه، في بعض العدسات اللي بتنزرع بقلب العين اللي ممكن تكون حل اخر لمشكله اسواء الانكسار اللي عند بعض المرضى. التقنيات اللي سالتيني عنك حضرتها هي التقنيات بتتعلق بتطور الاجهزه، يعني الاجيال الجديده من الاجهزه. الحمد لله هلا بسوريا خاصه بالفتره الاخيره يعني دخلت الاجهزه الاحدث فعلا على سوريا بمجال تصحيح البصر. هي الاجهزه صارت تعطينا شيء اسمه نوعيه رؤيه افضل، يعني قبل المريض كان يعمل عمليه ومبسوط عم بشوف 10 من 10، لكن يشتكي من بعض الامور، يحس انه بالليل رؤيته مو كثير منيحه، الاضويه تزعجه او يحس في هالات حوالين الاضويه. هلا الاجهزه الجديده عم تعمل يعني اعاده تشكيل لسطح القرنيه بما يماثل السطح الطبيعي عند الإنسان اللي مو عامل العملية، وبالتالي نخفف له من هاي الأعراض الجانبية. أعطتنا يعني أدفانتج حلو كتير للمرضى اللي بدهم يعملوا هاي العمليات. كمان ساعدتنا بأنه نقدر نعمل عمليات لجزء من المرضى كنا قبل ما عم نقدر نعمل لهم عمليات، بشيل اسمه كاستمايزد ليزك أو التوبوغرافيك جايدد ليزك. يعني هالتقنيات اللي نوعا ما متطورة أكتر خلتنا نتجاوز بعض مضادات الاستطباب اللي قبل ما كنا نقدر نعملها من خلال هالتقنيات المتوفرة بهاي الأجهزة الحديثة. طبعا قد تختلف التكلفة للأمانة بين الأجهزة القديمة والأجهزة الجديدة، طبعا لأنه التقنية الجديدة أكيد مكلفة أكثر، لكن إذا المريض يعني بهمه الكواليتي أو فيجن بهمه أنه ياخد بده دائما يتابع الأحدث أكيد. والأحدث دائما الهدف منه مو تجاري بقدر ما هو الهدف منه انه نعطي الشيء الافضل للمريض والانجح، لانه هي عين وهي نعمه بصر دائما المريض بده يحصل عليها ليكمل حياته بشكل طبيعي. صحيح. بالمستقبل يعني معلومات مهمه دائما بتقدم لنا يا دكتور باسل فعور، شكرا لوجودك معنا وكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم، شكرا لكل مستمعينا، بقيت نهار حلو لك دكتور، شكرا لك. شكرا لكم.